السلام عليكم، يونس قندوسي مساعد مدرب فريق الراسينغ امل الراسينغ البيضاوي. اليوم فزنا على امل فريق الرجاء البيضاوي ب1-0. كانت النيه، كانت القوه في المباراه، الحمد لله كانوا الدراري رجال ادوا الواجب ديالهم عن جدارة واستحقاق. هذه المباراه ديالنا الاولى في القسم الوطني الثاني هوات، خدينا 3 بوان في الديار ديالنا، ان شاء الله غادي نتابعوا ونكملوا على هذه المسيره ان شاء الله في باقي المباريات. ماشي سهل ولكن الحمد لله، يعني المباراه الاولى غتخول لينا اننا نقوموا بمسيره موفقه، وهذا الانتصار كنقدموا للاب الروحي ديالنا رئيس فريق الراسينغ البيضاوي عبد الحق مندوزا، والحمد لله هذا الا وكيخلينا اننا نخدموا ونزيدوا نخدموا، وهاد الوليدات يعني خاصنا يكونوا معنا ديما ونكونوا يعني يكون ديما معاهم ان شاء الله، والله يسر لينا والله يدير لي فيها الخير ان شاء الله في باقي المباريات.